السلام عليكم. الأدوية والحبوب واللقاحات هي ليست دائماً الوسيلة الوحيدة للعلاج والاستشفاء والصحة الجيدة. هناك مجموعة من أفضل أنواع العلاجات في الحياة، سبحان الله، معظمها بسيطة ومجانية وبدون أي أضرار جانبية. الإقلاع عن الوجبات السريعة أو الجنك فود دواء، الصيام دواء، الديتوكس دواء، الطبيعة دواء، الضحك دواء، الخضروات والفاكهة دواء، النوم دواء، ضوء الشمس دواء، الشعور بالرضا والحب دواء، الأصدقاء دواء، التأمل دواء، عدم الخوف دواء، الإيجابية والتفاؤل دواء، الحب غير المشروط لكل ما حولنا دواء، الاستماع دواء، التحدث والتعبير عما بداخلك دواء، التقبل دواء. أن تعيش اللحظة الحالية وتستمتع بها هو من أهم أنواع الدواء. وأخيرا، الحفاظ على علاقتك مع ربك أهم دواء. والله يحفظك.